هلا تفضل يا استاذ. سيبك من التليفون، صورة فيديو احسن. برافو برافو عليك. جميل والله. بقول لك تمشي فيه كده يعني حاجه. الله يا استاذنا انا. هذا 22 8 لسه قدام. بس غريب انهم ما سايبينهم كده يعملوا الالوان بمزاجهم. في ناس ساكنين فيه؟ لان ممنوع الالوان والحاجات دي، هم اللي بيحددوها مش اي واحد كده. لا بقول لك شارع راقي يعني شارع فيه 14 نقول ان الالوان الخارجي. صبري سيبك من التليفون وبص على الحاجات الحلوه دي. الالوان والحاجات دي اللي المنسبال بتاع باريسيه ولا بيحددها؟ مش والله والله. ماله بقى البيت رقم 8؟ 8 عليه علامه. بقول لك الفيضان كان بيجي عليه. لا في الشنطه بقى العلامة دي. لا ما تلمس حاجة. مش كده؟ لا ولا ده ولا ده جرس في كل حتة. في علامة أقول لك فيضان. ممكن تكون اتمسحت أو استنسخت. رقم 8 ممكن تكون فوق اللي هي فوق خالص عند الشباك دي. لا no. في علامة فوق عند الشباك خالص اللي هو فوق ده. حتى هات موبايلك. inundation 1910 الفيضانات 1910 كان يجي هنا المتر كده؟ متر صغرنا بقى هنا متر 59 كده كان هيوصل هنا. شوف يا ابني الثقافه ميه الفيضان كانت توصل هنا كده. اهو البيت ده عليه العلامه دي. افهموا بقى 1910 الفيضان جه لحد هنا فوق.